معاك من قبل كده ولا ايه؟ بص يا ساره، انا ما اقدرش اتخيل حياتي من غير بدل. بس تعرف هو الكاجوال يليق عليك اكتر. انا ما اتخيلش حياتي ابدا من غير كاجوال على فكره، انا عمري في حياتي ما لبست بدله. ابراهيم ده مش راجع تاني؟ تصدقي ان الراجل اللي في اللوحه ده فيه شبه كبير قوي من باباكي؟ الواحد هو بيرسم يبقى شايف حاجه، ساعات لما اللوحه بتخلص بلاقيها حاجه تانية خالص. لانه بتهيألي احيانا الروح هي اللي بترسم مش العقل. حقيقي صدقيني بيحصل معايا كتير قوي. طب وهنروح بعيد ليه؟ انا كنت مره برسم مشروع كوبري علوي بتاع انفاق، بعد ما خلصت الرسمه ببص كده لقيتني راسم واحد صاحبي. نعم ايوه بيحصل صدقيني، بس انا عرفت التشابه كان جاي منين، لانه صاحبي ده كان اسمه محمود علوي فلقيته شبه بينه الكوبري الاخر. يعني الرسم ده شيء جميل قوي، يعني فنون وكده. مديحة اطلبي لي طارق الوكيل بسرعة. اوكي مستر فايز. بيني وبينك الو الو ايوه ده تليفوني. مش ده تليفون وسط. هو ابو غالي صدقني صدقني. ده انا ما حطيتش سكر معلش، كوبايتي الكبيرة ها بلاش الطمع. الو ايه يا عم طارق؟ يا استاذ لو انت مش هتقدر تتصرف قول لي وانا اشوف حد تاني غيرك. حد غيري؟ لا ما احنا متفقين. طب يومين بالظبط. ماشي سلام. مش وقتك خالص. هو مين كان بيكلمك؟ ده واحد صاحبي كان عايز مني حاجة. عايز اقول لك حاجة مهمة بخصوص عمر. اكيد هتقولها انها بتحبني. يوه ده وقته. ايه اخبار موظف شركتنا الهمام؟ تمام يا فندم الحمد لله. مفيش 100 خط تانيين جايين في السكه وانا بحمل فيهم يا فندم. ان شاء الله. يا جميله ده صوت بنت. وما سالته مين قال انه واحد صاحبه. حاجه غريبه فعلا. بقول لك ايه، انت عندك عنوان بيته؟ مش عارفه بس بفكر ازق عليه البنت ليلى. انت عارفاها دي بقى اللي هتجيب قرار. اهم حاجه في رجل المبيعات لسانه. طبعا ده اهم حاجه في الانسان اللسان. امال ايه؟ وانه ما يبقاش تقيل برضه. يبقاش تقيل ده اسقاط على رجل المبيعات مش كده؟ امال ايه؟ طارق خلاص بقى. اسف افتكرت حضرتك مشيت. انا كنت اقصد مرسي. مرسي اتفضل. ساتر. طب يلا باي يا جميله. يا ابن الجذبه ايه؟ انا لسه شريك السنه اللي فاتت لحقت تفضى. باي باي يا ساره عشان انا قدام عمارته. يلا يا عم البس عشان نمشي. طب يا عم لسه بدري هشوف الشراب نشف ولا لا. يا عم بلبسك ده اللي شبه ام سعيد وخارجه من الحمام. الله يكون الشراب نشف. لسه قلبه مبلول. اعمل لي اي لقمه لو لقيتها عندك. اي لقمه البتاع ده بيجوع قوي. سيب نور التلاجه ولع من امبارح. مفيش غير شويه فول. يبقى ربع رغيف فول من غير سلطه الطماطم. سامعني؟ من غير سلطه الطماطم. مفيش سلطه الطماطم. اعملوا لك من غير سلطه الطحينه. ايوه حاضر جاي. حاضر. بينج بونج على حق. سوري مش دي عماره 67؟ ما تمشيش 68 69 وده عيد ميلاد ونحتفل كلنا مع بعض. دي شقه الاستاذ دياستي؟ ايوه. حضرتك هاسم دياستي؟ طبعا. هم صحيح ما ركبوش على بعض لكن احنا ممكن نركبهم يعني. يا راجل مش تقول كده. طيب ما تتفضلي جوه. ما تتفضل انت بره احسن. طبعا اتفضل. لحظة بقى بطلي لعبة. اقول لك ايه قصصيني. فادي هنا. فادي مين؟ فادي اللي انا حكيت لك عليه. اللي انت حكيت لي عليه مين؟ يا لهوي ركزي معايا. فادي هنا بصي اللي هناك ده عايزك تعطليه. ها نقتله؟ نقتله ايه؟ لو سالك عليا قولي له انا واخد اجازه يجي 13 15 سنه. طيب يلا بسرعه بسرعه. عطليه مش تقتليه عطليه. بروس ويلس؟ لا فادي عطاويه. الاستاذ طارق الوكيل موجود؟ مش موجود. لا هو فين؟ في اجازه. اجازه؟ اجازه.
استاذ انت كنت بتسرع طارق الوكيل مش كده؟ ايوه. اصلي اول ما انت جيت الشركه داب داب. طب ازاي يعني؟ خلع يعني. خلع مش في اجازه يعني زي العروسه الصغيره دي مالت؟ اجازه مين؟ ده اول ما انت جيت وشه قلب الوان وفص ملح وداب. انت باين عليك بتعزه قوي. بعزه ده حبيبي. طيب يا يحيى، يحيى ده الكارت بتاعي، لو بتعزه فعلا ارجوك عدي عليا في اي وقت. بيس. بيس يا مان. مش عارف ما بتردش عليا ليه. لا اكيد اكيد عرفت حاجه، اكيد عرفت حاجه، اكيد انا متاكد. ايه؟ انا بقالي شهرين برسم الرسمه دي وهي ما بتردش عليا. ما بتردش عليا معتز. انا متضايق قوي، انا متضايق قوي، متضايق قوي 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 قوي. ايه ايه ايه؟ اعمل ايه بس؟ سيب سيب من غير ما اكسر. مش هكسر. سيب. فادي جالي الشركه وهي ما بتردش عليا، يبقى مليون في الميه عرفت حاجه معتز. انا متضايق قوي بقى. ولا جاهز يا اخي؟ ما تعرفش بتدل عليك. اسمع كلامي وروح لها البيت زي ما قلت لك. شكرا يا عم حسين. طب بقول لك ايه، جهز لي رسومات الطاحونه اللي انا قلت لك عليها. ايه جاهزه من امبارح. انا عايزك بقى تقول لي على اللي فيها علشان لما اقعد مع الراجل اعرف اقول اي حاجه. ها؟ وفين الحشيش اللي قلت لي عليه معتز؟ فين الحشيش يا صاحبي؟ مفيش اي حاجه. طب إيه؟ كان محترم مع ناس محترمين، لما اكون عايز حاجه زي كده اقول كابتشينو. ايه كابتشينو؟ سيم يعني؟ ايوه. طب ما تقول سيم يا اخي. ما انا اقول لك. طب خلاص اقعد هنا. فين قرش الكابتشينو؟ قرش الكابتشينو فين؟ سيم اهو. ها؟ ايه بقى؟ ايه؟ ده هتروح امتى؟ يعني كمان 10 دقايق كده. كنت متاكد اني هلاقيك هنا. شفت بقى جايب لك ايه؟ قرش حشيش عجب. مين يا عويس؟ ده الكلب يا فندم. كلب؟ اهلا هندسه، ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا دكتور؟ منور حبيبي. صحتك؟ تعال اتفضل. يا ترى ساره هنا؟ موجوده بس نايمه. انا مش جاي لها، انا جاي لحضرتك بس عشان الرسم. برافو عليك. يلا اتفضل اتفضل. في كلب بيرن، رن الجرس، بص قدامك. They must be found. يا ساتر. بلاش يا جماعه تعودوه على الحاجات دي، مش كويسه. الله الله، انا ابتدي اغير منك، انت بقيت صاحبه اكتر مننا دلوقتي. كيف بيزل بقى؟ يعني دماغ واحد يعني مش واحده يعني. انا بحبهم اصلا. طيب يا بطل قوم بقى فرجني التصميم اللي انت بتقول انك جاي تفرجه لي النهارده. طيب عمي، هي ساره لسه نايمه؟ ايوه يا حبيبي، ساره لسه نايمه. طيب يلا اتفضل اتفضل. وانا اعملك تيجي على طول. لسه المرة الجاية شم إن شاء الله. أنت لسه شفت حاجة؟ هخليك تور ورايا كده في الشوارع علشان شمة يا كلب. اخلص. الله، دي حلوة قوي 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 فعلا. والله ليك حق. برافو عليك يا عمر. لا ده أنا اللي راسمها. ايوه انا بقول لك برافو عليك يا عمر. شفت الحلاوه؟ شفت الريش بقى؟ ريش ازاي يعني؟ ريش طاحونه. ده بتجيب هوا ايه؟ لا صباعك بقى لحسني طياره. بعدين دي كمان بالليل. دي في النهار بقى لو شفناها الصبح هتفرق جامد جدا. هايل هايل. ربنا يخليك. شكرا قوي يا دكتور. هي ساره لسه نايمه يا دكتور؟ ايوه يا حبيبي، قلت لك نايمه قبل كده. هي متعوده تنام خميس وجمعه كده على طول. تحفه تحفه. دي تحفه. في حد مشفر بياناتها؟ يعني متشفره. ايه جبت لي البونيت اللي قلت لك عليه؟ ودي حاجه تتنسي؟ الله. الحمد لله. سفره طويله يا دكتور. سفره دايما. سفره طويله معلش. الله، طب ما تخلص بقى الفخده. ولا اقدر. يا ده انا بطني اتنفخت على الاخر، ده انا اكلت كاني ما اكلتش بقالي 3 ساعات. تسلم ايديك يا دكتوره، والله اكل خفيف 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 يعني. ذوق واخلاق وشوربه ومحاش، مش عارف اقول لكم ايه. سي. طيب على اذنكم انا بقى اطلع حقن تطعيم الكلاب من الثلاجه علشان تفك. اتفضل يا دكتور اتفضل. عن اذنك انا هقوم اشوف ساره صحيت ولا لسه. اتفضلي. ايوه بقى كده. ايوه. وانا هتسيبوني في السفره الطويله دي لوحدي ولا ايه؟
الحقيقة أنا جمعتكم النهاردة عشان مش عارف أقول لكم أي حاجة. ها يلا يا عمر. يلا إيه؟ أنا متطعم. لا لا مش قصدي، قصدي يعني عشان الوقت اتأخر النوم يعني. آه بس أنا ما بنامش خالص دلوقتي يا دكتور. يا أخي إحنا عايزين ننام، إحنا عايزين تروحوا يعني؟ أنا أروح. ما تأخذنيش، أصل أنا جو الألفة والأسرة والعشرة ده شدني قوي. طبعًا طبعًا، اتفضل يا دكتور اتفضل. أنا بس كان عندي استفهام صغير كده. اتفضل. طنط أم سارة لما دخلت تصحي سارة ما ظهرتش تاني خالص، لحسن يكون في حفرة في الأوضة ولا حاجة. نبص عليهم عند الجيران اللي تحت. هي ماتت ومدارين عليا. اتفضل يا عمر. نورت يا حبيبي. ربنا يخليك. طيب لما سارة بقى تصحى أم البنج اللي هو فيه ده، ويعني تفهم الغيبوبة دي، شهر النوم اللي هي نايمة ده، قول لها إن أنا جيت بقى وسألت عليها. ماشي يا حبيبي، يلا. مع السلامة. باي باي. مع السلامة. مش قادر أفهم سارة زعلانة منه ليه؟ ده طلع واد لذيذ أوي. حضرتك نسيت الباب مفتوح بس عشان رمي ولا حاجه. يا ساره. لا يلا بقى، يلا ساره. الله يا سيدي، لذيذ قوي وقاطع. من الاخر كده طارق شفر كل البيانات دي وهو الوحيد اللي يعرف يدخل عليها. بس ما تقلقش يا باشا، احنا برضو ممكن نعرف نتصرف. انا كنت حاسس انه بيكذب. وده وقتك يا عم فادي. ايه يا عم انت؟ ايه يا مان؟ انت ليه عليا ما بتردش؟ انت بتكلمني؟ اصل انا قافل الجرس. رجع اقول الحمد لله. طيب تعالى. ليه؟ تعالى. حاضر. هنروح فين طيب؟ دايوس. ايه مش هتركن العربيه دي؟ لا عادي، كانها مطب في الشارع. جوجو. ايه ده معتز، ازيك؟ كل سنه وانت طيبه. يا احلى ورده في الدنيا. ميرسي قوي، تعبتي نفسك ليه بس؟ انا لازم اتعب طبعا. طب اتفضل اتفضل، ثانيه واحده. انت ما تاخريش. لا مش هتاخر. هاي يعني ما لقيتلهاش اي بيانات عندكم؟ مش جايز تكون هجرت برا مصر ولا حاجه؟ سو باد. ساعات بنضطر اننا نكذب علشان ننجي نفسنا، وساعات بنضطر اننا نكذب علشان نظهر بشكل احسن. عش فادي عش. وساعات بنكذب علشان عاوزين نداري سر مش عايزين اي حد يعرفه. مش فاهم. شكرا. فكي بقى، ممكن اعرف عمر عمل ايه؟ معتز لو سمحت، انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني. هي ساره لسه ما سابتش الواد عمر ده. عمر فين؟ اهو اسمعها. عمر انا قلت لك يا معتز مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني. ايه بس مش كده يعني؟ بعد اذنك يا بتاع ليلى، تعالي انا عايزاكي ضروري. يا ليلى بس يلا. لا طبعا مش ده. هو ده انا ممكن ابص له؟ ما بيردش عليا. هو فين؟ اكيد في المكتب. طب انا هروح له. اكتب لي العنوان لحد ما اجيب شنطتي. على فكره يا معتز انت زباله. كان لازم انقذ صاحبي من غدر صاحبتك ليلى. بينج بونج، انت عبيطه ولا ايه؟ كمان انا عايز ابقى صريح معاك. الكذب خيبه، الكذب ملوش رجلين، وانا كذبت عليه كمان. علينا؟ ساره مش نصابه. ساره مش نصابه. انا بس عايزك توصلني ليها، عاوز احط ايدي عليها. ده واضح انها مضايقاك في حاجه جامده قوي ولا ايه يعني؟ بالعكس، كمان ساره دي حب حياتي،
يا من انت مش متخيل احنا كنا ماتشنج ازاي مع بعض. خلاف اهبل من اي اتنين كابل بوظ حياتي. يا من انا بحب ساره من ارجوك انت الطريق الوحيد دلوقتي اللي وصل لي ليه عامله لي منها تعرض يا من.